السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا احلى متابعين في الدنيا يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جميل جدا جدا ومش هتشتريه من بره تاني وهيكون موفر معاكي جدا جدا تعالوا كده نشوف مع بعض هنعمل ايه في الفيديو الجميل ده اول حاجة نسمي الله ونصلى على الحبيب ونبدأ مع بعض اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين معنا كيلو ايه زي ما انتم شايفين كده ومعانا كوباية فيها فيها نصها مية دافية حطينا عليها معلقة سكر وهنحط عليها معلقتين او معلقة ونص خمير وهنسيبهم كده يتفاعلوا مع بعض عشان نتأكد ان, الخمير إن الخميرة معانا تمام وبعدين هنحطها على العجين بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين كده ونسيبها بقى على جنب عشان نتأكد ما الدنيا ما تبص مني ونتأكد ان الخميرة بتتفاعل معانا معانا الكيلو دي اللي احنا قلنا لكم عليه حطينا عليه حوالي نص معلقة ملح صغيرة خالص اهو زي ما انتم شايفين كده وهنقلب هنقلب كده مع الملح وبعد كده هننزل عليه امشوا معايا كده خطوة بخطوة عشان ما تتوهوش مننا هننزل بحوالي ثلاث معالق كبار زيت يبقى عندنا كالود ايه حطينا عليه نص معلقة الخميرة تفاعلت وبقت تمام اهي حطينا عليه نص معلقة ملح صغيرة حطينا حوالي 3 معالق زيت كبار حطينا الخميرة بتاعتنا مع مع المايه مع السكر اللي كنا سايبينها في جنب تتفاعل وهنبدأ نعجن بمية دافية طبعا المية دي على حسب ما العجين ياخد منك حسب الدقيق بتاعك كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني ده ايه متعدد الاستخدامات مش بتاع حاجه معينه هنعمل مع بعض احلى عيش عيش سوري او عيش الشاورمات جميل جدا 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 تبدا تعجنها حلو زي ما انتم شايفين كده وهنقطعها لقطع صغيره مش هنسيبها تخمر احنا هتخمر بعد ما تتقطع احنا عايزين التلزيقة اللي فيها دي ، دي اللي بتضطر معاك العجين وبتخليها عجينة جميلة جدا ، الموضوع سهل جدا وبسيط مش هياخد منك اي وقت خالص وهتجيبيلهم من المحل لحد البيت والاسعار بتاعت السندوتشات اللي بنسمع عنها طبعا بتبقي اسعار باهظة جدا بس اما تكون اما تخش المطبخ كده وتطلعها تبقي حاجة جميلة جدا اهو زي ما انتم شايفين كده هنسيبها مع بعض لحد ما تخمر وبعد كده هنشوفها مع بعض اهي ما شاء الله دي النتيجه بعد ما خمرت هبدا آه افرد واحده معاكم كده طبعا احنا عايزين السمك بتاعها يكون رقيق آه وسمكه رفيع علشان ما ما تبقاش ما يبقاش العيش معانا تخين تحط تحت تحطي تحت علشان ما يلزقش معاكي على على الرخام او على الحاجه اللي انت بتفرد عليها وهيساعدك على الفرد وبعد كده بتنفض العش العجينه معاكي من اي ضيق خالص وتحطيها بقى انا عامله كده صينيه الومنيوم او لو انت عندك صاج او اي حاجه بتخبز عليها على العين مباشر تعمليها اهو ما شاء الله سمكها جميل جدا هتبدا تنفضيها من اي دقيقه فيها خالص ودي الصاجه معانا حطيتها لحد ما سخنت وبعد كده هنزل عليها بال بالعيش بتاعي تفردها حلو عليها كده اهو زي ما انت شايف مجرد ما تلاقيه قدامك بيطلع فقاعات صغيره كده تحاولي تقلبيها على الجنب التاني علشان ما يتحرقش منك وهو مجرد ما تلاقيه طلع الفقاعات الصغيرة دي بيبقى هو من تحت جمد كده ومسك نفسه شوية إنما لو قلبته هو طري العجينة هتبوظ منك وهتلزق في بعضها اهو ما شاء الله ملاحظة الفرق بدأت كده الفقاعات تطلع منه هبدأ كده اقلبة على الجنب التاني اهو ما شاء الله عيش جميل جدا ويفضل طري معاكي لمده طويله جدا جدا ومش على قد الشاورما بس ممكن يكون معاكي في اي اكل تاني واكل العيش العادي خالص لو انت ما عندكيش عيش او محتاجه عيش ممكن تعمليه بسرعه جدا وبفضل طري معاكي لحد ما يخلص تكوني مجهزه فوطه واي اي رغيف معاكي يخلص بتقومي يحطها في الفوطه دي ومغطيه عليه بيفضل طري معاكي وجميل اهو ما شاء الله العيش معانا تحفه جدا وجميل هعمل معاكوا واحدة كمان وزي ما قلتلك ما تقلبهاش غير لما تبدا تستوى من تحت علشان ما يلزقش منك وانت بتقلبيه. اهو ما شاء الله وقلبناه على الجنب الثاني وكده خلصنا مع بعض العيش تعالوا بقى نخش على الشاورما النهارده الفيديو بتاعنا ماسك السندوتش الشاورما من الالف للياء قطعنا الصدور بتاعت الشاورما قطع زي ما انتم شايفين كده وهننزل على ننزل على البهارات في... هننزل بالبهارات بتاعتنا معايا بابريكا معايا كمون معايا فلفل اسمر معايا زعتر معايا جنزبيل دي البهارات اللي انا هحطها على على الشاورما ملح جنزبيل زعتر بابريكا توم بودره بصل بودره فلفل اسمر وبقى كده تمام معاكي اهو ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الدنيا كانت عاتمة معانا معلش بدأت انور الدنيا كده عشان تشوفوا معانا الخلطة الجميلة دي يبقى قطعنا زي ما قلت لكم صدور الفراخ ممكن تخلي وراك عادي جدا وتعمليها بتتعمل معاكي وبتبقى كويسه حطيت الملح بتاعي زي ما قلت لكم تقريبا انا كنت نسيته يعني بس انتوا ما تنسوش زي كده لحقت نفسي وحطيته ملح كم ملح كمون بابريكا جنزبيل زعتر فلفل اسمر توم بودره بصل بودره هنسيبها على جنب بقى كده حوالي ساعه وبعد كده تعالوا مع بعض نجهزها جبت مقلاه على النار وحطيت فيها زيت وهنزل عليها بالشاورما بتاعت لحد ما تكون خلاص استوت اهو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله طبعا التشويحة دي بتخلي ريحتها جميلة جدا جدا وبتجيب ريحتها كده من اخر الدنيا زي ما بيقول اهو ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده هنسيبها مع بعض كده على ما نقطع الخضار بتاعنا الخضار بتاع الشاورما حطي عليها خضار زي ما انت عاوزه ممكن فلفل الوان فلفل اخضر بس في قرن فلفل حراق اهو ما شاء الله زي ما انت شايفه بعد ما الشاورما خلاص دخلت في التسويه خالص اهو ده ما شاء الله الخضار بتاعنا زي ما قلت لكم معايا فلفل اخضر رومي معايا بصل وطماطم هبدا انزل عليهم على الشاورما وزي ما قلتلكم الخضار لسه ما قلت يعني بقول اهو خضار الشاورما طبعا مش عايزينه يستوي قوي احنا عايزين يبقى فيه لسه القرمشه كده علشان تحس بطعم الخضار اللي انت حطاه هنقلبه مع بعض تقليبتين كده وهنسيبه لحد ما حوالي 3 دقايق بالظبط وتدوق الملح بتاعك لو مظبوط خلاص كده تمام وتقفل النار عليه شايفين الموضوع سهل وبسيط ازاي وجميل جدا جدا وطعمها بجد كان خطير جدا اهو كده تمام تعالوا بقى اما نعمل مع بعض اخر خطوة عملنا فحمة وحطناها كده في ورق سلوفان زي ما انتم شايفين وهننزل عليها بنقطة زيت او نقطة سمنة وتقفل بقى عليها النار لحد ما كل البخار يخلص خالص تقفل بقى تغطي عليها كده آه لحد ما الفحمة بتاعتك تطيب خالص وما عادش يبقى فيها نار تعالوا بقى نعمل التوميه طبعا عايش آه سندوتشات شاورما يعني توميه تعالوا بقى ما نعمل التوميه مع بعض كان ممكن اعملها فيديو لوحده بس انا حبيت اعرفكم سندوتش الشاورما من الالف للياء حطيت كوبايه ميه وحطيت عليهم معلقتين آه معلقتين كبار كده محترمين آه نشا معلقتين كبار جدا يعني هرميه كده المعلقه تكون هرميه وتدوبهم خالص على نار هاديه وبعد قبل ما تحط النار يكونوا دايبين خالص وبعد كده تفتح عليهم النار بتاعتك يبقى كوبايه الكوباية ميه عليها معلقتين نشا كبار وتولع بتدوبيهم خالص وبعد كده تولع النار مع التقليب المستمر اهو زي ما انتم شايفين كده بدا سمك هيتقل معايا احنا عايزين اللون الشفاف اللي هتشفيه قدامك دلوقتي أهو شايفين شايفين اللون بدأ يتغير ازاي مش, مش اللون الأبيض اللي احنا كنا لسه حاطينه مع بعض لأ بس للأسف البخار مش مخلي اللون يكون واضح قوي أو بس هنبدا هنحاول كده نشوفه مع بعض ده اللون اللي احنا عايزينه اللون الشفاف اللي احنا عايزينه يبقى انت كده اول خطوه عملتها معاكي تمام مش عارفه انتوا قادرين تشوفوا اللون ولا لا اهو ما شاء الله جميل جدا يبقى كده اول خطوه معانا تمام هنسيب النشا دي تضرب تبرد خالص خالص ما تستخدمهاش غير لما تكون باردة معاكي جدا اهو ما شاء الله زي ما انتو شايفين جبنا الخلاط بتاعنا ممكن تضربها في الخلاط او تضربها بمضرب كهربي وحطينا عليها اربع فصوص توم مفرومين وحطينا نص كوباية خل صغيرة وعصير ليمونه كبيره كامله وحطينا حوالي خمس معالق لبن نقول المكونات مع بعض تاني علشان نركز مع بعض جدا انا مرضتش اسرع الفيديو علشان تكونوا شايفين الحاجه قدامكم خطوه بخطوه حطيت النشا اللي برد معايا خالص حطيت عليه اربع فصوص ثوم مفرومين جدا حطيت عليه اربع معالق او خمس معالق لبن خمس معالق لبن حطيت نص نص كوبايه زيت حطيت معلقتين كبار خل حطيت عصير ليمونه كبيره وهبدا افرم كل الخليط ده لحد ما ينعم معايا خالص خالص زي اللي بتشتريها بالظبط ودي النتيجه معايا ما شاء الله توميه دي توميه ولا مش توميه <applause> تومية جميلة جدا جدا وأحلى وأطعم من اللي بتتشرى كمان ناعمة جدا وجميلة ما شاء الله وهو زي ما انتم شايفين ده العيش ودي الشاورما معايا ودي التومية زي ما قلت لكم سندوتش كامل الأوصاف تعالوا بقى مع بعض نعمل السندوتشات بتاعتنا كيلو دي طلع كمية جميلة جدا من من العيش وما شاء الله زي ما انتوا شايفين عملنا العيش العيش على طرقتين جميلة جدا جدا ودي التومية معايا خطيرة 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 يا ريت اللي شاف الفيديو بتاعي وعجبه ما ينساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم منا كل جديد ولايك وشير للفيديو نفسه ودي كمال جمال السندوتشات وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله